مرحبا يا مو. أهلين وسهلين. منيح اللي تذكرت أمك وأخواتك. شو نسيتنا ولا سكني لحالك خلتك تطلق أهلك؟ شو هالحكي يا مو؟ لكن ليش بطلت تجي لعنا؟ لو ما بعت أبوك معك الخضرة كنا ما شفناك. والله مو هيك القصة يا مو. شلونك عصام؟ أهلين جميلة. خدي عنا أخوكي. هات عنك أخي الله يعطيك العافية. الله يعافيك. حقيني دلال. الحقيقة أختك عصام تغدى عنا اليوم، عاملين أكل بتحبها كتير. شو هي؟ ما بيقدر لأنه هلأ بنت فريال بتزعل وما بتعود ترضى عنه إذا ما تغدى معه. يا مو ليش هيك عم تحكي معي؟ الله يخليكي، والله بزعل منك. ها أنا جاي أشوفك وأطمن عليكي. أي روح 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 لعند أبوك، هلأ بيستعوقك وبيفكرك كنت عنده. مالي رايح، مالي رايح لحتى ترضي عني. يا مو البيت كان بده شغل وتصليح، صلحت فيه شغلات كتير مشان هيك ما فضيت إجي شوفه. صدقيني يا مو. لك ابني لا تحط أعذار، بين بيتنا وبيتك كم فشخة، مو بعيد لحتى تقلي ما فضيت. سامحيني يا مو مشان الله سامحيني. خلاص روح جيب لطفية وتعود غدو معنا. يسلم لي الرايق أبو قلب حنون، الله يخلي لي إياكي ويديمك فوق راسنا يا عمو. مو بإيدي، بحبه يقبر قلبي.